هذا وشكر المترشح مراد عروج كل من وقع استمارات يتوقع التوقيع قول وشكر كذلك أو قال أنه سيبذل جهده حتى ينقذ البلاد من الأزمة التي تمر بها، وأردف أن الانتخابات هي فرصة تاريخية لخروج أو خروج الجزائريين من الأزمة ولإحداث التغيير الذي خرج من أجل الجزائريون يوم 22 فبراير، واعتبر أن الانتخابات فرصة لجيل الاستقلال ليثبت مكانه وجدارته لقيادة الجزائر. أن نقول كلمة شكر لكل الذين عملوا معنا ورشحونا وزكونا وبذلوا جهودا طويلة، أيام طويلة، مدة 5 أسابيع وهم يعملون ويجتهدون ويتنقلون بين المداشع والقرى والبلديات والولايات حتى يجمعوا توقيعات التزكية.